عليكم البنات، كنتمنى تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار، يوم ان شاء الله نقدم لكم كيكه ديال المقله. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كبيره تبارك الله، بيضه واحده كتعطي كميه تبارك الله لا باس بها. كنتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم، وما تبخلوش عليها باللايك ودعم القناه باش يوصلكم جديد. ونخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اللي غادي نحتاجو ان شاء الله الكيكه ديال المقله والكيكه ديال المقلات. كنحتاجو اول حاجه كنحتاجو نصف كاس من الحليب ونصف كاس من السكر، دائما مقياس كاس العنبه. اللي ما عندوش شي كاس العنبه باي كاس، ولكن يعمل نفس العبار بواحد الكاس نفس العبار. وكنعملو ربع كاس ديال الزيت، ماشي نصف كاس كامل. كنعملو بيضه وحده، واحد البيضه، كنعملو 5 المغارف ديال الدقيق، ولكن ما تعملش 5 دفعه واحده حيت ربما يكونوا هاد العبار هذا ناقص. بحال قلت لك على حسب الكاس ديالك. كنعملو خماره من فئه 8 غرام، كنعملو واحد الشاصيه ديال الفاني، كنعملو قبصه مليحه بطبيعه الحال. اول حاجه نشبرو شي اناء نعملو فيه هاد البيضه اللي عندنا. هاد كيكة صالحة الناس اللي مخيمين، نعملو كل شي في مرة، نخليو الخميرة والطحين هما الخارة. وخا ميكونش عندكم لا طراب لا والو، يمكن لكم تعملوها وسهلة، يعني وخا ميكونش عندكم فران يمكن لكم تعملوها. نخليو هادو على جنب. دابا ان شاء الله ندوزو باش نطربو هاد الخليط. بعد ما نسجموا لي العناصر كامله مع بعضيتها، دابا نعملوا السكر، عفوا الطحين. نعملوا 5 مغارف، ولكن ما نعملوش 5 كاملين، 3 عملت 4 تنشوف هذا. وعملت الخماره بفئه 8 غرام. دابا نخلط هادشي ونشوف واش باقي خصني ولا لا. كما تشوفوا باقي خصني، باقي خصني طحين. المهم انا نكملها ديك الساعه زعما. كما كتشوفوا هاد الكيكه راه ما كتكونش خفيفه، كتكون قاصحه حيت غنعملوها في المقله. دابا ندوزو نجيبو المقله ديالنا وانا معكم. انا جبت المقله دابا كما كتشوفوا، عملت لها الورق الطبخ من القاع ديالها باش ما تلصقليش، باش اذا كانت عندكم شي مقله ما كتلصقش احتياط وصافي، باش كنمشيو دائما في امان. المهم دابا غنفرغوا هذا الخليط ديالنا في هذا. كما كتشوفوا قاصح شويش، كتشوف ماشي زعما خفيف بحال كيكه اخرى، بحال كيكه عاديه ماشي كيكه اخرى. يعني ما قلت لكم الكيكه كما كتشوفوا قاصحه شويش. المهم نوزعوها على المقله كامله. دابا نعملوا العاده. المهم نضربوها، كنشبروا شي غطا كنعملوا عليها، حاولوا ما يكونش كيخرج الهواء، ونعملوها فوق بوطه. نتوما معايا كما كتشوفوا نشعل بوطه. شتو بوطه ناقصه غتكون، نزيدو نقصوها. المهم باش كطيب على خاطر خطره، باش ما كتحرق ما كتلهف الناشف البوطه. شتو كيفاش البوطه مناقصه، نعملوها ونخليوها طيب على خاطره. مي غادي تطلع لي وغنكون عنقلبه نرجع معاكم. وبقاو معايا. طابت لي من فوق، تنفخات كما كتشوفوا قد هيده البوطه. انت هنا كتشوفوا يعني حانيه. دابا هذه عجيني ساهله في التهود، عامله غير هيدا ما غير في الغطا ديالها. حتى شي دا كانت مقله ربما كانت تلصق راه مات. نعملو هيدا هي كتزول بسهوله، شتي كتعاد تتحرق انا غير سمحت فيها. هادشي شو بوطه، بوطه منقصه وتحمرت لي شويه كتعاد تخطف لي،
يعني خليوها شويش طيب حيت راهي طايبه، خليوها غير تحمر شويش وديك الساعه نرجع معاكم. طبت لي هذا الكيكه ديالي ما كتشوفو كانت علاية تحرق، هادشي البوطه عندي ناقصه. المهم دابا ندوزو للزواق ديالها. كنحتاجو واحد دانيت ديال الشوكولا، بغيتو عملوها كامله الشوكولا عملوها، عملو واحد مغروفه ولا جوج، عوضوهم بالطحين عوض الطحين عملو كاكاو. المهم عوضو الطحين وصافي ما تعملوش الطحين عاد كاكاو. دابا ندوزو نزوقو هادشي كامل دانيت كافي. حاولوا تدهنوها كامله وحاولوا ما تخليوهاش في القبوطه بحالي. واخا بالحق ما بيناش بزاف، يعني هذيك شي حاجه بسيطه كتعاد تبدا تحرق. حق تبارك الله كتجي واعره. كما قلت لكم دانيت كيجي هاهي هو هذاك. دابا ندوزو ناخذو دانيت اما الكراميل اما نعملو في شي بوش ولا شي بلاستيكه ولا اللي عندكم موجود. انا دائما كنقول لكم الحاجه السهله، يعني الحاجه اللي عندكم موجوده في الدار. نعوضو له الهبطه ديالو. دابا نبداو بسم الله. شي مشكل يجيكم هيدا عاد المهم دابا نبداو نسوقوها. اما نجبدو هيدا اما نجبدو هيدا كيما بغيتو. هنشوفو هيدا دابا ان شاء الله نعملو لها شويه ديال اللوز المهرمش كما كتشوفوا. حاولوا نعملوا لها من الجناب. الجناب كامل باش تجي فيها واحد النكهه ديال اللوز ولا او لبيان او اللي بغيتو نتوما. اللي كان عندكم صفر يعني ما تبقاش بنادم يضغط على راسه لو حاجه ما كايناش، تقدر تعملها حتى طونيك محكوك ماشي مشكل. المهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه. غندوزو للشكل الاخر. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل، كتجي حجم كبير تبارك الله. كنتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك ودعم القناه باش يوصلكم جديد، وشكرا على المشاهده.